بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على نورك محمد الحق المبين وعلى آله وأصحابه وسلم. أهلا وسهلا بكم في حكاية جديدة من حكاوي ابن الطيب. والنهاردة كده حكايتنا هنشوف ونعرف ونسمع فيها عن أغرب محاكمة في التاريخ، أغرب محاكمة وكمان مش سياسية، لا دي دينية. نرجع بالذاكرة ونتخيل المشهد في كنيسة القديس يوحنا اللاتراني في روما، وتحديدا في يناير عام 897، يعني نهايات القرن التاسع الميلادي. محاكمة من أغرب المحاكمات وعجائب البشر لما يحبوا ينتقموا. المحاكمة دي بتقول إيه؟ بتقول إنها محاكمة للأب فورمسوس اللي كان بابا الفاتيكان رقم 111، واللي تولى القداسة البابوية في عام 891، ولكنه توفي في نفس العام. وجي بعد واحد وبعد الواحد دوت جه واحد تاني اسمه ستيفان السادس، جلس على عرش البابوية. وستيفان السادس دوت هو اللي قرر انه يحاكم البابا فورمسوس. طب يحاكمه ليه وعلشان ايه؟ ده اللي هنعرفه. البابا فورمسوس لما تولى عرش البابوية في الفاتيكان كان أصلا هو صاحب مشاكل، وعنده مشاكل كتيرة قوي مع أباطرة الحكم سواء في الدولة البيزنطية أو الرومانية، ودوت سبب له مشاكل كتيرة قوي لأن كان في صراعات سياسية، وكان مطلوب منه أنه ينصب ناس سواء خلفاء للعرش أو ينصب ناس على العرش، فدخل هو في معارك سياسية كتيرة لغاية ما توفي من نفس السنة اللي تولى فيها كرسي العرش البابوي في الفاتيكان. المهم ان بعد ما مات بخمس ست سنين، البابا استيفان السادس دوت قرر انه يستخرج جثة البابا فورمسوس ويحكمه على افعال وحاجات عملها او ما عملهاش، الله اعلم، انما المهم انه قرر يحكمه. طب هيحكمه ازاي والراجل مات؟ ده اللي هنعرف. هو ابتدى يحفره في القبر وخرجوا جثته، وطبعا كان لابس البابوات بيدفنوا في لبس او ملابس القداسة البابوية بتاعتهم، وخدوا واجلسوا على العرش البابوي وعينوا له شماس. يعني ايه شماس؟ يعمل ايه معاه؟ انه يرد على التهم بالنيابة عن البابا اللي مات. يا سلام، شفت العجيب؟ كمان مش بس كده، كانوا حكموه وبيسألوه والشماس يجيب ويدينوا الحكم عليه، على رأي الفيلم العربي بتاعنا الزوجة التانية، الدفاتر دفاترنا والحكومة حكومتنا والأمور كلها في إيدينا. المهم إن هم انتهوا في نهاية المحاكمة إن البابا مذنب. طيب ده ميت، هتعملوا فيه إيه؟ قال لك لا، هنعمل إحنا أول حاجة أدناه بإنه أساء استغلال سلطته ونفوذه أثناء توليه قداسة كرسي العرش البابوي، كمان أدين بأنه خرق القوانين، كمان أدين بأنه أصدر قرارات لا تصح عن باب. طيب هتعملوا فيه إيه يعني؟ قال لك هنعمل فيه إيه؟ قال لك أول حاجة يجرد من لقبه كقداسة البابا، يجرد من اللقب الكهنوتي بتاعه او الديني بتاعه. ومش بس كده، نزعوا عنه ثيابه اللي هي ملابس القداسة البابوية، وكمان راحوا قاطعين الثلاث صوابع من ايده. ايه الثلاث صوابع دول؟ ايه الثلاث صوابع دول؟ اسمهم ثلاث صوابع البركة، اللي هو اللي كان بيدي بيهم البركة لما يلمس حد من الرعية او من اصحاب الديانة المسيحية. طب الموضوع سكت على كده؟ لا، ده تقريبا كان في عداوة او في حقد ولا في حاجة، وقرروا ينتقموا منه اشار الانتقام. قال لك لا، ده ما يدفنش كمان، ده يحرم من انه يدفن. طب نعمل فيه ايه؟ قال لك زي ما هو كده، مقطوع ايده وعريان ارموه في النهر، نهر الطيبر، راحوا رامينه فيه وخلصوا منه وعملوا المحاكمة وسجلوها، ويعني دونت سجلت هنا يعني دونت،
واتكتبت بيها الوثيقة بتاعتها، واتكتب مين اللي حضر فيه على المحاكمة، ومين الشهود، ومين المدعين، ومين المدعى عليه. وكانت حكاية ولا في الخيال، محاكمة ولا في الخيال ولا في الأحلام. وبكده نكون النهاردة شفنا وسمعنا عن أغرب محاكمة في التاريخ لميت. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.